السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الجورنال دي المير. ان شاء الله كلكم بخير وعلى خير. اليوم الوصفة تاعنا من سلسلة حلويات العيد، صابلي بذوق الليمون. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها. نمروا المقادير وكيفية التحضير. بسم الله. كمقادير خصنا نص كاس تاع زيت، نص كاس سكر ناعم اي سكر غلاس، وقشور حبة ليمون، زاس دان سيترون، زوج مغارف كبار تاع عصير ليمون، دو كويارا سوب و اطابل دو جو سيترون، 125 غرام تاع مارغارين، 10 غرام خميرة الحلوى بيكين باودر، حبة بيض، والفرينة باش نلمو. بسم الله نبداو. في اناء دون ان بول جيمي المارغارين مع البيض، غادي نزيد معاهم سكر غلاس سكر ناعم. فوالا نسيت حاجه، بنفس المكيال نعبروا الزيت والسكر. غادي نضربهم بالضراب الكهربائي باتوري الكتريك. بسم الله خلطهم غير واحد شويه ونولي لكم. غادي نزيد ذروه الزيت. بسم الله غادي نزيد الزيت سيترون. بسم الله نزيد معاها قشور الليمون، بسم الله غادي نزيد الفرينة غير بشوية، نزيد معاها خمارة الحلوى ونبدأ نلم فيها غير بالأصابع. بسم الله فوالا. كيما عودتكم دائما الحلوه تاعنا ما نعجنوهاش، نلموها غير بالاصابع. بسم الله قرع فوالا زيدي. فوالا احنا غادي نكملوا كيما هكا حتى نلموا العجينه ونعاود لكم ان شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، العجينه تكون شويه طريه ماشي يابسه. فوالا انا دروك غادي نغطيها ببلاستيك غذائي، نخليها تريح واحد 5 دقائق لو طون اللي نحمو فيه الفوق. الفوق نديرها 160 دوغري ونوجدوا البلاطو تاعنا. العجينه راني انا حليتها دروك باش ما نضيعش الوقت، حليتها على زوج تاع بلاستيك وعلى سمك ركيك. ما تنسوش بلي الصابلي غادي يخمر لنا. ديت هنايا عندي دو زون بورت بياس، خيرت انا هادو زوج، النص غادي نديرها بهذا والنص الاخر غادي نديرها على شكل قلب. نبداو بسم الله. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو السمك اللي لازم تحصلوا عليه. فوالا هذه هي العجينه. كما قلت لكم الفوق راني دايره شعلاتها على 100 160. ولا انا غادي نكمل كيما هكا ونعاود نقول لكم ان شاء الله. جينا الزوجه غادي نطبعها بهذا على شكل القلب. راني كملت سني الاول، غادي نديها للفور
بين 7 دقائق حتى 10 دقائق كما قلت لكم دائما لازم تعسوها وصادقون الفور تاعكم. الحلوه تاعنا راهي واجده، هذا هو خرجتها من الفوق خليتها تبرد شويه وعلى هذا هو اللون لازم تحصل لي ما لازمش تطيب بزاف. فوالا انا هنايا عندي اختاريت باش نديرها بال باسكو غادي ندير حبه على حبه، اختاريت الكونفيتور تاع تاع الفخاز. بغيتي ديروا اي مربى عندكم ولا ثاني كسموها ثاني بسم الله يا ربي لا كريم او بور الا بغيتي ديروا الداخل فيها. نبداو بسم الله، غادي نوخرهم على جهه وغادي نوجد الكلاصاج تاعنا سي لو ميم كي درناه في الطور. بسم الله غادي نبداو الكلاصاج. هنايا عندي صفار حبه بيض، عندي زوج مغارف كبار تاع عسل ليمون، جو دي سيترون كيما عفوا الكاطو تاعنا درناه بالسيترون، غادي نزيدو شويه فيه. وعندي هنايا ملون اصفر وعندنا السكر غلاس. نبداو بسم الله، غادي نضرب غير واحد شويه لو بلوندو. فوالا غادي نزيد عليه عصير ليمون جو سيترون. نزيد غير بشويه السكر غلاس. فوالا نبدا نلم فيه غير بشويه، ما لازمش يكون خفيف. راني كيما قلت لكم ديجا درناها في الحلوه تاع الطورنو. باغا جي لا كوبي ابري. فوالا راني كملت بسم الله يا ربي. شوفوا حباباتي تعرفي تعرفوا سرا ثوازيام فوا راني نعاود فيها، علاه بنتي راه حدايا اشاك وانا نبغي نفيلمي تضحكني. المهم بون ضحكي 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 سمعيهم شويه. المهم هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. فوالا هذه على كونسيستونس. نوريك نو سي صح. المهم غادي نزيد ملون غذائي اصفر كولور جون. فوالا بسم الله، قاعده تتفرج فيها ما خلتنيش نخدم سبحان الله. على دي فون توا سي بو ها، هذا ما تعرفي اي سي بو. غادي نزيد ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه. بارك الله في هذه الريحه تاع السيترون ما شاء الله. كما قلت لكم انا نسيي باش نعطيكم دي غوسات ايكونوميك، وصفات اقتصاديه. فوالا سي بون هاد لا كولور. ما نزيد ها زيد شويه فوالا. فوالا بسم الله غادي نبداو دروك. فوالا بسم الله غادي نبداو، ندير غير واحد شويه تاع كونفيتور في الوسط ماشي حاجه كبيره. فوالا من بالله غادي نديرهم كاع كيما هكا نكمل معاهم عادك باش نبداو نديرو في الكلاصاج. فوالا كيما راكم تشوفوا مانيش ندير حاجه كبيره تاع كونفيتور، بصح مي راني ندير طبقه الزوجه. فوالا راني نتحل كاع عليهم. فوالا فوالا انا نكمل كيما هكا ونولي لكم ان شاء الله.
بسم الله نبداو. فوالا انا كما قلت لكم انا ملصقتهم على زوج. التزيين يبقى اختيار لكم. انا جبت هادو لي بتينو حاشيه ماشي تاع اكل اون تيسيو للتزيين. هذا مكان نزيد معكم حبه. انا راني خلي هنايا مغرف وكولت تقسح لي شويه الطليه غير بالمغرف. نحركها شويه بسم الله. فوالا هادو لي نو اللي عندي انا، عندي بيضه وعندي غوز. بسم الله ندير معاكم قلب. فوالا انا غادي نكمل كيما هكا ونعاود لكم ان شاء الله. فوالا راني كملت مع الحلوه. غادي دروك نخليها حتى تجمد يجمد الكلاصاج باش نحطوها في طبق التقديم، وغادي نوري لكم شنو ندير دروك. فوالا هذه نخرجتها من الفوق للفطور تاعنا ان شاء الله. الا راكم باغيين ندير لكم وصفه تاع بيتزا خلوا لي تعليق تحت او ان كومونتير وان شاء الله نديرها لكم. لي صابلي تاعنا راهم واجدين وان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. فوالا نوري لكم وحده. تبارك الله. انسي نقطعها في الوسط باش نشوفوا كي جات دايره. بسم الله نحل لكم وحده باش تشوفوها كي جات دايره من الداخل. فوالا شوفوا تفتت غير روحها. فوالا شوفوا ما شاء الله، شوفوا كي طري. شوف غير جربوها وان شاء الله تنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.